في فتحي عبد الوهاب، احمد عيد كمان. فتحي واحمد عيد الحقيقه من اجمل وابدع فن الاداء، وبرده يحسب لبيتر انه فكر. فتحي عبد الوهاب بلمحه وده ذكاء منه، يعني فتحي اكتر ممثل انا اعرف فتحي من بداياته، اكتر ممثل عنده قدره على المرونه مع الزمن وراهن على بكره، لان هو كان بدايته انه نجم في الافلام والممثلات، النجم الاول. ورغم ذلك حصل تغيير في الخريطه، لم يتوقف، راهن على فتحي. وعشان كده كل عمل بيعمله، وله اكتر من عمل في رمضان هذا العام، بيقترب خطوات. احمد عيد، احمد عيد بيثبت دايما ان الممثل اساسا ثم الكوميديان، رغم اهميه الكوميديا في حياتنا، والكوميديانات دول ربنا خلقهم لينا ونعتز بيهم جدا، يعني من النوادر ان تكون كوميديانا. لكن لان احمد جوال ممثل، السنه اللي فاتت كانت بروفا، كانت عملة نادرة، لا السنة دي بقى كان عرض حقيقي، يعني كان مقدم كل المخزون اللي جواه كمبدع. فعشان كده كل دي لمحات مهمة جدا تحسب للمخرج، يعني لازم نقول قيادته للمجاميع المعارك. يعني لما نتكلم عن المعارك لازم نذكر كثيرا انه لا، احنا شفنا اعمال تاريخية كتيرة، لكن هذا العمل الحشاشين نوع اخر وهيعمل فارق كبير. يعني اي حد يقولك انا بعمل معارك، هيبقى المرجعية ورينا بقى، هيبقى عندك مرجعية اسمها الحشاشين، يعني انت فين من الترمومتر ده؟ يعني ما قبل الحشاشين غير ما بعد الحشاشين، في ترمومتر اخر بالنسبة لكل الاعمال التاريخية اللي هي احنا عشنا عليها. اظن ده في تاريخ التلفزيون العربي كله عامل فارق كبير.